جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ريشي نيرو في جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ولكن قبل ما نتكلموا على شين الريحه باش ما تنتانش الحاله علينا هنا خلوها نظيفه ونترحموا روح فقيد المغرب الكبير فقيد الاتحاد المغاربي هذا البطل رحمه الله محمد السعيد ايت يدير محمد سعيد الكدير مناضل مغربي مواليد سنة 1925 مناضل مغربي ومغاربي وبالتحديد مغربي جزائري يعني هذا كما الفقير الله يرحمه الحموتي محمد لما المغرب استقل هذا كان رفع السلاح في وجه الاستعمار الفرنسي ولما استقل المغرب بقى يناضل من أجل استقلال الجزائر وعاش أيامات في الجزائر كلاجئ سياسي لأنه كان هو معارض لنظام حكم الملك الحسن الثاني على ما كلفه الحكم بالإعدام غيابياً وكان هذا كثير من المناضلين اليساريين المغاربة اللي كان يعني يحكم عليهم بالإعدام في وقت الحسن الثاني. محمد بن سعيد أيت يدير ولد بقرية تين منصور بإقليم شتوكا أيت ياها يعني مزيغي الأصول والأصل وال ومسقة الرأس وهذه جاءت المنطقة هذه قرية تين منصور جاءت في وسط المغرب تلقى تعليمه بعد بعدد من مدارس السوس منطقة السوس بعدها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية التقى لأول مرة بالفقيه محمد المختار السوس ثم انتقل إلى مراكش لمتابعة دراسته في مدرسة بن يوسف وانفتح على العمل الوطني برفقة عبد الله إبراهيم عبد القادر حسن والمهدي بن بركة رحمهم الله جميعا كما شارك في قيادة فرق جيش التحرير المغربي وتكوين خلايا المقاومة قيادات أخرى مثل عمر المصفاوي ومحمد باهي هذا بالإضافة لقيادات أخرى في ميدان القتال مثل ناضل الهاشمي ودريس بن بوبكر والأنصاري بن مختار ولطف بن عبد الله وغيرهم رحمهم الله مع بداية الاستقلال تعرض للاعتقال مع عدد من أطر المقاومة وجيش التحرير بعد لجأ إلى الجزائر وين عاش فيها لمدة سنوات كلاجئ سياسي ثم انتقل إلى فرنسا وساهم في تأسيس منظمة 23 مارس كما أسس بعد عودته إلى المغرب بمنطقة أسس منظمة العمل الديمقراطي الشعبي سنة 1983 وتولى مهمة الأمين العام له وباسمها انتخب نائبا في البرلمان عن إقليم شتوكا أيت ياها وساهم سنة 1992 في تأسيس الكتلة الديمقراطية وفي توحيد شتات اليسار سنة 2002 بتأسيس حزب اليسار الاشتراكي الموحد وفيه تخلى عن منصب الأمين العام واكتفى بموقع الرئيس كونه ينحدر من عائلة ميسورة هذا ما جعل محمد بن سعيد أيت يدير
انه غي قناعاته السياسيه ماهيش مبنيه على حب السلطه او حب المال، حيث كان وما زال اخر رمق من حياته مخلصا لوطنه، وهذا يتجلى في كونه حارب من اجل استقلال المغرب وناضل بعد الحصول عليه في تقدم وازدهار بلده من الناحيه التنظيميه، وذلك بتاسيس مجموعه من الاحزاب. كان يؤمن بالوحده المغاربيه وبقى حلم توحيد المغرب الكبير بقى يراوده الى ان فارق هذه الدنيا وانتقل الى جوار ربه رحمه الله، واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون. شوفوا الاخوان اللي يعني ناضوا من قبل، سواء جزائريين او مغاربه، سواء من جهه الغربيه بالنسبه للجزائر او بالنسبه الشرقيه، بالنسبه للجزائر دائما يعني الحدود الجزائريه التونسيه، دائما كاين رجال لي يعملوا من اجل توحيد شمل المغرب الكبير. الله يرحم السي محمد بن سعيد ايتيدر، وان شاء الله يكون دائما قدوه لكل مواطن مغاربي يؤمن بمصير هذا الشعب المغاربي. نعدي الان الى نقطه زياره، موضوع زياره شنقريحه الى السعوديه بعد جهه.